رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه حضر حفل السحور الذي اقامته القوات المسلحه وحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وكبار قاده القوات المسلحه هذا وهنأت القوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فتره رئاسيه جديده لاستكمال قياده امتنا المصريه وتحقيق ما تصبو اليه الامه من الامال والانجازات الطموحه من اجل بناء الدوله المصريه القويه على كافه الاصعده حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه حفل السحور الذي اقامته القوات المسلحه وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وكبار قاده القوات المسلحه. وهنات القوات المسلحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فتره رئاسيه جديده لاستكمال قياده امتنا المصريه وتحقيق ما تصبو اليه من الامال والانجازات الطموحه لبناء الدوله العصريه القويه على كافه الاصعده. مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم. وأشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحه وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على اعلى معدلات الكفاءه والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوه والقدره التي تحفظ لمصر امنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القوميه ودعم جهودها نحو التنميه والبناء والتقدم في شتى المجالات مقدما التهنئه لرجال القوات المسلحه وابناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك